ونحن مسلمين عقيدتنا إسلامية لا نتغير عنها لا بدستور ولا أي دستور. دستان القرآن ربنا الله ودين الإسلام ربنا محمد. أيها الشعب الكريم فلنكن يد واحدة متضامنة متكاتفة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعاونوا ولتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنا جعلنا ينهى خلافاتهم والاتفاق على حكومة وحدة وطنية حكومة المفروض على الشعب الفلسطيني الشقيق بأقرب فرصة ممكنة لكي تتاح لعملية السلام تتحرك من جو بعيد عن القهر والإكراه على نحو تحول شوارع إلى فنادق وتوشك الفتنة أن تكشر مع نيابها قبل أن يفرغ حبره مع نهاية ولايته كدس الرئيس الأمريكي جورج بوش ملفه إلى المنطقة بأربع اتفاقيات ثقيلة وخطرة أعدها جاهزة للتوقيع تسلم جميعها بالسيطرة الأمريكية التامة على السياسة والأمن والاقتصاد في المنطقة من البوابة السعودية وتنقل الحليف الأمريكي من موقع التحالف إلى الوصي المباشر والذي يمارس حجرا على الممتلكات العربية. هذه الاتفاقيات زرعت ما يشبه كاميرا المراقبة على حماية النفس ومراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب والتعاون النووي السلمي وأصبحت منابع النفط وموانئ تصديره ومصافي تكريره في جزيرة العرب تحت مرمى الأنظار الأمريكية هذا في ذهب العصر. أما في تعزيز مراقبة الحدود فيتوقع أن يتم التشديد أمريكيا على كل فرد يدخل أو يخرج من أراضي المملكة بعدما أصبحت المنافذ البرية والبحرية والجوية تحت الحماية الأمريكية ولا يستبعد أن يطاول التلصص الأمريكي حجاج بيت الله الحرام. هذه الاتفاقيات وقعت في الرياض بين بوش والملك عبد الله لكنها أعلنت من القدس. فما هي أبرز بنود هذه الاتفاقيات؟ تعزيز حماية مصادر الطاقة وتقوية التعاون النووي للأغراض السلمية تعزيز المساءلة والحماية المادية للنظم النووية تطوير قدرة المملكة للتفتيش عن الموارد النووية لمنع الإتجار غير المشروع حرمان الإرهابيين من الموارد الاقتصادية والملاذات الآمنة إنشاء أطر قانونية لفرض المسؤولية الجنائية بالنسبة للإرهابيين تحسين قدرات السعودية على الرد في حال حدوث هجوم إرهابي وقدرتها على التخفيف من آثاره تشجيع تبادل المعلومات لقمع أعمال الإرهاب النووي انضمام السعودية إلى الدول المشاركة في مبادرة أمن انتشار الأسلحة البالغ عددها أكثر من 85 دولة حماية الحدود البرية الساحلية بكفاءة وفاعلية في بند مكافحة الإرهاب فإن المفهوم الأمريكي له قد يشمل محاربة الالتزام الديني وإغلاق مدارس تحفيظ القرآن الكريم وإيقاف دروس وخطب يوم الجمعة وخطبة جبل عرفة ما لم تحظى بإذن مسبق اتفاقيات خطرة تؤشر إلى أن السعودية مرشحة للعب دور أوسع ربما يرى المنطقة من الرؤية الأمريكية الإسرائيلية ما يجعل القمة الحالية مجرد بروفا للعمل الحقيقي
رئيس المنتخب باراك أوباما. لم يحل إذن موعد تبادل الأنخاب، فالخلافات تطغى على القمة، إذ تقترح أوروبا تعزيز الدور التدخلي للحكومة.